اخواني الحالين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم كما وعدناكم او وعدتكم في الايام السابقة، نبدأ باول درس بسم الله. اول درس على تربية الملكات النحل بجهاز جنتر الالماني. جهاز جنتر الالماني، اعيد، بزاف ناس كاين اللي يقولك جهاز جنتر من بعد كي تسقسيه مليح هو تيبو صيني. لا، نتحدثوا على الالماني، حنا ما نسحقوش الصيني، لان الصيني هذاك نسبة النجاح فيه قليلة بالنسبة للالماني. هاي العلبة تاع جهاز جنتر الالماني، هاي كي تسيب فيه هكذا، هذه النحلة ومكتوب بالالمانية، ها هي ناشت كارل جنتر، هاي هنا ناشت كارل جنتر، هذه هي. المهم هذا هو الجنتر، ومكتوب الموقع فان كارل تيري جنتر بوان او، هو اللي على هذا الموقع هو اللي شريت منه جهاز الجنتر، ويبعث لك معاه كل ما يستلزم لتربية الملكات وحتى الطريقة يكتبوها فيه. دونك غادي نحكي لكم ان شاء الله على ما يستلزم. تحتاجوا جهاز جنتر، ها هو هنا جهاز الجنتر، نفتحوه بسم الله. بسم الله، فوالا، نستعملو لاسباس. بون، عندنا في الجزائر جهاز الجنتر اللي يقولك عليه الناس يدير 100,000، 200,000، كاين حتى 400,000 زعما تاع نيكود. اما جهاز جنتر الالماني يدير 83 اورو الكامل، الكامل لتربية الملكات 83 اورو. لاحق للجزائر، لاحق للجزائر يدير واحد 100 اورو تقريبا. فوالا، دونك فيتامسات فيه كلش فيه كل، هنا يكتب لك هذا بري كومبلي، فيه قاع هذو لي بياس. فوالا، وفي حتى باش تقلع لا جولي رويال، تحتاج على لا جولي رويال تجمع هذا الباكيطات هذا. دونك باختصار هذا هو جزء الجنتر. عندك البوشون، هذا البلاء هذا تنحيه هكذا، دخل منا الملكة تاعك تحطها هنا، ومن بعد تقلع الغطاء هذا، هذا الغطاء. شوفوا جهاز الجنتر الألماني، الفرق بينه وبين الصيني، جهاز الجنتر الألماني فيه خلايا سداسية الشكل، معناها الملكة ما تحسش كي تكون توضع في البيض، ما كاش أثقاب. شوفوا، قال تقلع حتى الجدران تقدر تنحيهم وحدهم. ها شوفوا كما راكم تلاحظوا هنايا، فوالا هذا رجعوا لبلاصتها، يعني ما تتعب ما والو. الملكة تقيسها غدوة من ذاك مهما كانت الأحوال الجوية، إلا ما صدير ما تستعملش، ما ديرش تربية الملكات في وقت وين تقدر تغبن فيه الملكة، لا لا، تفتح النحل في البرد وكاع، لا، خليك يكون الجو لطيف. إذا هذه هي، نحكمو الملكة تاعنا، نقيسوها هنايا، فوالا. نقيسوها، عندها 24 ساعة تولد، غادية تولد إن شاء الله. هنايا من اللور شوفوا لي كوبول، كذلك لي كوبول لي وصقوا في جهاز الجنتر كيفاش جو دايرين. شوفوا زعما قنات، فوالا فوالا، هاهي يدخلوا في الثقوب هذي. حنايا كي نوضعو الملكة تاعنا ونخلوها 24 ساعة ناكلو نحل، 24 ساعة نجو ولا 48 ساعة سواها ولات، تولد لنا البيض. نعاودو نفتحو على الملكة، نقلعو هذا، نحو الغطاء هذا كامل، الملكة تخرج، غادي تخرج الدور، والنحل واش يجي يدير؟ يجي يوكل اليرقات هذوك، يوكلهم كامل، نخلوهم 3 أيام، 72 ساعة، اليوم الرابع بعد 72 ساعة غادي تفقس بإذن الله، ونجو نقلعو لي كوبول تاعنا، هذو نقلعو. عندنا هنايا عاطيلك مع الجهاز الجنتر جهاز سبيسيال، سمحوا لي شويه جهاز الانتر تاعي راه موسخ، لانه خدمت به بزاف، مربي به الملكات. شوفوا البساطه الالماني كيفاش خدموا، ترشقل الوسم تاعك باش تربح الوقت، تقلعها وتسيب الدوده تاعك هنايا، غادي تسيب الدوده تاعك هنا، هنايا في الراس، تسيب دوده تاع نهار يوم، وما غاديش توشيها، ما تلمسهاش بيدك، وما ديرش غريفاج ولا تطعيم ولا، لانه التطعيم قادر يجرح الدوده وتنشأ لك صح ملكة انت تبان لك هي مليحة، ولكن النوعية تاعها قليلة بزاف ناقصة، صح؟ راكم تشوفوا، دونك هنايا عندنا يرقة،
جهاز الجنتر الكيبول تاعو شوف كيفاش دايرين، عندك الكاس وحده، الكؤوس تاعو، القاعده وحدها، سمحوا لي راني وحدي مكش لي في الميني، القاعده تجي وحدها، والجدران، والجدران كذلك من الجدران الكاس. واش نديرو؟ كي تولد فيها الملكه وتفقس تولي عندنا دوده، ديروا هكذا، لصقوا نحاول باش تشوفوا استاذ، درت ديجا دي فيديو وما خرجوش ملاح، هارا ان شاء الله تكون تبان، هارا هارا تكون عندنا بهذا الشكل. انظروا انظروا هارا، هاي لا كوبول كامله مركبه مع بعضياتها ما تخبنش. ثم واش نديرو؟ حنا نروحو لهذه الباكيطه، انا هذه الباكيطه هي تاع جولير وايل، ولكن ناقص نستعملها لتربيه الملكات، راني رابطها بالسكين كيما راكم تشوفوا لانه طير، ونبلاصوهم هنايا هكذا، تدرك عليها تدخل ببساطه وتلصقها عندك في الكادر تاعك ولا في واسمو، تخليها مده 4 ايام، 4 ايام كي تجي تسيبها تسيبهم غلقوا على واسمها على اليرقه تاعك، على اليرقه وتنقلها تقسم النحل ودير فيه يرقات. هذا باختصار. دونك ان شاء الله في الدروس القادمه غادي نحكي لكم كيفاش نديرو بالتفصيل، درس نظري كذلك كما تاع اليوم، كيف نديرو تربيه الملكات. نحاول نجيب صندوق فارغ، صندوق الفارغين، ونوريكم كيفاش تخدم الصندوق، تبريباري اموراتك، تجهز روحك، امور اخرى تقدر كذلك تخدم. واسمو ما جبتش الباكيطه، ما فيش عندي راسي يعني هنا، تقدر تخدم هكذا، تبلاصيهم هنا في هذو السفرين، فوالا كيما تلاحظوا، فوالا تبلاصي الكؤوس تاعك هنايا في هذا السفر، وهذا السفر تحتاجهم تبغي تبلاصيهم في بيغودي باغ اكزومبل، باش تحافظ على الملكات تاعك، تدسهم يخرجو يخرجو فيهم، هاو بيغودي تاع جنتر، هاو هنا. واش نحتاجو كذلك؟ ولا عندك فان جنتر يبيع لك مع الجهاز تاعو هذا الباكيطات هذو، هذه الباكيطة أنا صنعها شبه، لكن شبه تاع الجنتر بالضبط، تدخل فيها هذي هكذا، هي في واقع الأمر متجيش هكذا، هذي تجي من تحت، وكاين الحرشة هذي تجي من فوق، نتوكم سمحولي الجهاز الجنتر تاعي راه موسخ لدرجة أنو من العام اللي فات مستعملتوش، هكذا. نركبو هذي تدخل في هذي، أب نزيد عليه، فوالا، هنا نديرو لاكوبيل تاعنا. تنبيه برك، اللي عنده أي سؤال ولا أي اقتراح، بالك راني غلط، يمكن راني غلط، لأنو أنا فان راني نتعلم معاكم، فوالا هكذا، وتلصقها في الجبهة تاعك، في الخلية تاعك، ويدير لك تربية، يربي لك الملكات. ما سهل على الخواط، كي تشوف بلي بلعوا عليهم توضع لها القفص هكذا وتروح اسبوع ولا اسبوعين، مش عارف انا تكون ديبلاسي ولا تشوف الاحوال الجويه تقدر تقسم ولا دير الاقفاص خير، باش الملكه كي يخرجوا يخرجوا هنا، والنحل يغذيهم. حتى نوعيه تاع لي بيغودي نتاع هذو الاقفاص نتاع جنتر نوعيه عاليه، صدير ما تسيبش هذو الثقوب مغلوقه ولا كاع مفتوحه، يعني الملكه ما تموش بالجوع. هذه هي نستعملوا كذلك، نستعملوا هذا الاقفاص مليحه، دخل بها ليران ادولت حيا، من المستحسن يكون ترونسبارون ولا شفاف باش تشوف الملكه لداخل كي تدور. هذه البلاصه هنا تعمرها بالكاندي، تنحي الغطاء هذا وتقيس الملكه في وسط الليسان تاعك. نستعمل كذلك انا باش نحكم الملكه تاعي، نستعمل هذا لانه نيفيتي انا نستعمل نخدم بليغون، عندي حساسيه تاع النحل نخدم بليغون، دونك نقبض هذي وباش ندير الملكة في الجنتر، نبلع هذي هوب، ومن بعد ندير هكذا الملكة تدخل، ونعاود نرجع هكذا، نستعمل مقص، هذا المقص هذا كي تتلقح الملكة، لما تلقح الملكة ننصحكم المقص شريه غالي مهما كان زعما، لأنه مش خسارة، باش تقص جناح هذي كي تلقح الملكة تاعك خلاص، معناها ملكتك هي عندك. وخاصة إذا كانت نوعية عالية تقصلها الجناح تاعها، متقصوش بزاف كيما وريتكم في واحد الفيديو سابقة، ونعاود غادي نعاودها بإذن الله الفيديو هذيك،
باش نوضح الامور وتكون كيفاش يقولوا صديق نبين بين مليح كيفاش يقص الجناح تاع امريكا. وهذه الطريقه نعطوها الكليباج صح، هذا مقص. نستعملوا الماركور، هي عام 2019، رانا في 2019 نستعملوا اللون الاخضر. شوف، لكن للاسف في الجزائر والله ما عرفت. هذه بوسكا يقال انها ماركه يابانيه، وانا لا اظن انه الجابون ولا الياباني يتمسخروا في هذا الصوالح، يخدم لك حاجه اللي ما تخدمش. هذو اللي نخدم بهم مده 3 سنين راهي، كي تماركي بها الملكه تشد لك شهر شهرين ويروح اللون. آه الله ما نكذب عليكم الناس، انا شخصيا بطلت مانيش نستعملهم. نعطيكم ننصحكم باش تستعملوا هذا النوع من الاقلام. اقلام هذا يجي يطلق صبيغه، يجي يطلق صبيغه كيما هذا، تفك فيها الريحه وهذا يلصق على كاع لي سيرفاس زداج ولا حاجه. ندير هذا من بعد كي نشوف على المليحه ما غاديش تقدر تقلعو. ها وينه شوف، هوب ندير هذا لا ما شاء الله. شوف كيف الريحه، انا الريحه اللي نشوف فيها سنة 2019 و 2014 اللون يكون اخضر، هذا ازرق. من بعد نشري واحد اخضر باذن الله. فوالا هذه هي، هذه هي. نشكركم على حسن المتابعه ونقول لكم الملتقى ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم وديروا اشتراك في القناه، راهي تحت على اليسار اشتراك، ودرك على وضغط على الجرس هذاك باش يلحقك الجديد. هذه هي، عاونونا بالمشاهدة تاعكم وعاونونا بالاشتراكات تاعكم، والملتقى ان شاء الله وندير لكم دروس احسن. والسلام عليكم ورحمة الله.